انا عارف ان ده حلم ومستحق ان الاديب العالمي يكون له متحف، ومتحف مش في اي حته، في الحته اللي هو عاشقها وفي حاره، ودي ليها رمزيه كبيره جدا، لان عارفين كلنا في كتابات الاديب العالمي الحاره بتعني ايه والزقاق بيعني ايه، فان هي في مكان في وسط القاهره التاريخيه في هذا المبنى الاثري العظيم اللي بيعود للقرن 18 الميلادي، تكية محمد أبو الدهب. أنا شخصياً فخورة، أنا فخورة كمصرية إن يعني بنتمي لهذا البلد اللي منه نجيب محفوظ، والنهاردة أنا فخورة بالمكان وبالمتحف وبالإنجازات اللي تمت فيه، وأعتقد إن هذا المتحف يعني غير إنه هيكون مركز لإشعاع ثقافي كبير، لكنه هيكون مزار سياحي كبير إن شاء الله. جزء من هذه التكية نبقى متحف لنجيب محفوظ، تقديراً للحاجات كتيرة اللي عملها نجيب محفوظ، للجائزة الرهيبة اللي تشرفت مصر والمصريين والعالم أجمع. احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الأديب العالمي نجيب محفوظ. أقل حاجة كان ممكن تتعمله إنه يقلب جزء من هذا المكان إلى متحف.